عملية تطبيق العزل الحراري مهام جدا للعزل الحراري. إذا اعتبرنا أن المملكة العربية السعودية هي قارة طبيعتها تستهلك فيما معدله 280 مليون ميجا وات كهرباء في السنة، وقطاع المباني لوحده يستهلك 75% من الطاقة. لما يستهلك 75% من الطاقة التكييف يستهلك تقريبا 70% من هذه الطاقة. فإحنا معنيين بالعزل الحراري كثير جدا، لأنك توفر أنت من الشريحة الأكبر في استهلاك الطاقة. نسبة التزايد على طلب الطاقة السنوية في المملكة 6.5% سنويا، اللي تفوق بكثير حتى المدن الدول الصناعية والدول المتقدمة. يعني كمثال مثلا ألمانيا نسبة النمو على طلب الكهرباء من 2 إلى 2.5%، احنا من 6 إلى 6.5%. هذا طبعا يرجع لعدة عوامل، منها الزيادة السكانية، منها زيادة الرفاهية في العيش. طبعا إذا طبق العزل الحراري إن شاء الله وبنفس الحسبة اللي قلناها، سيوفر في حدود تقريبا 5 مليون ميجا وات سنويا في ثاني سنة من التطبيق، ويتنامى الرقم هذا مع سنوات التطبيق إن شاء الله. هذه الفائدة المجنية على البلد ككل. الفائدة للشخص نفسه، للمستخدم البالي المبنى نفسه، طبعا أولا سيوفر الطاقة في حدود من 30 إلى 35% من فاتورة الكهرباء الشهرية سيوفرها إذا طبق العزل الحراري. توفر لصاحب مبنى الراحة، حيكون في جو جيد، ما فيه اختلاف درجة الحرارة. إذا شغل التكييف خلال فترة بسيطة يصل لدرجة الحرارة المطلوبة، فهي راحة، وما يتبعها طبعا من الراحة من حتى الراحة النفسية الصحية المتابعة لها. فيها طبعا المحافظة على سلامة المبنى نفسه من التشققات، التشطيبات الداخلية، الأثاث تحافظ عليه، لأنه يبقى المبنى دائما في درجة حرارة معتدلة. وفيها طبعا حيوفر على المبنى تكلفة التكييف المبدئي للمبنى. يعني إذا كان تبني بيت معزول ويحتاج مثلا 50 طن تكييف، إذا كان البيت معزول حتحتاج 30 طن تكييف، فأنت في البداية وفرت ثمن 20 طن تكييف كاستثمار مبدئي.